لما جينا نفكر ننزل أغنية حبايبنا إزاي للناس ونحاول نوصل الفكرة اللي احنا نقصدها، فكرنا إنه نجمع صور الناس، مش صور اللي ممكن تكون متوقعة، يعني صوركم انتوا، صور الجمهور، صور الناس القريبين لقلبي واللي أنا قريبة ليهم، علشان كنت عايزة أقول لهم إن أنتوا جزء كبير جداً من عيلتي، جزء كبير جداً من حياتي، من كياني، من أسباب وجودي، من أسباب سعادتي. والحقيقة إنه التفاعل مع فكرة الصور كان غير عادي، وأتمنى إن يكون في ناس النهاردة في وسطينا من الناس اللي بعتت صور. لو موجودين ارفعوا ايديكم. نورتونا.